50 مليون، هذا يعني حفيظه، أنت تدرك تماما هذه المسألة، يعني مسؤولية ثقيلة جدا في صناعة وتوجيه الرأي العام، أنت تصنع وتوجه الرأي العام، وأعتقد أنه هذه مسؤولية ثقيلة جدا، صح؟ كنت راح نتوقف عن هذا النقطة. هل ونسأل نفسي ونسألك أنت كذلك عن هذه المسؤولية المعنوية بالدرجة الأولى، معنوية وأخلاقية وسياسية واجتماعية بكل ما تحمله الكلمة، ولو أنه احنا ليس لدينا سلطة تنفيذية حتى نحاسب عليها، ولكن صحيح. نحاسب على الكلمة ونحاسب على الحرف، هذا شيء طبيعي. ما دمت تتحدثين عن التأثير، هل حفيظ وخديجة، لأنه أنا بصدد قراءة بعض الأسئلة كذلك، واحد قال لي هل تدركون حجم تأثيركم، لذلك ربطت بهذا حجم تأثيركم على المتابعين في الفيسبوك، أم تكتبون وتقولون هكذا من دون وعي بالتداعيات بالدرجة الأولى؟ أنا نرجع عليهم نقول له بأنه عندنا هذا الشعور بالمسؤولية، لذلك تجدنا لا نكتب كل ما نعرف، تجدنا نتحفظ في الكثير من الأشياء احتراما للناس واحتراما لنفوسنا واحتراما لبلداننا ولبلدان غيرنا ولشعوب غيرنا ولرموز غيرنا. كاين كثير أشياء نحب نقول له، أنا نفكر هكذا ونحب نعرف تفكيرك أنت خديجة. لا، احنا كثير أشياء، نعم كثير أشياء أعرفها ولا يمكن أن أقولها احتراما للشعوب وللأمم وللرموز، حتى احتراما للملك أو الأمير أو الرئيس أو أي حاكم لأي بلد، ولكن إذا اقتضى الأمر وأن ننتقد سياسة أو ممارسة فليكن، احنا نعملها بالأدب والاحترام اللازم ونحاول أننا نصنع رأي. أنت قلتي نصنع رأي، غايتنا ليس صناعة رأي، مفروض علينا أننا صنع رأي، هذا أمر مفروض علينا. نعم، لأنه أنا أتفق معك حفيظ في أنه إحنا بدورنا أن نجمع ولا نفرق، أن نجمع قدر الإمكان، لأنه يعني مش ناقصنا، يعني الأمة للأسف الشديد إحنا نمر ربما بوضع من أسوأ الظروف اللي تعيشها الأمة العربية في العصر الحديث، وبالتالي جميل أن ينصب نشاط كل المؤثرين وليس فقط خديجة وحفيظ، أنه كل الناس اللي عندها تأثير على الرأي العام أن تجمع، أن تسعى لجمع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ومش فقط في العالم العربي، لكن ربما إحنا لكن البعض أحوال يقول لك خديجة سامحيني، البعض يقول لك أنت كل يوم تنتقدي وحفيظ أنت كل يوم تنتقد وتقولي نجمع الناس، هل عندها علاقة هناك؟ ما هي العلاقة بين الاستمرار في الانتقاد السياسات والممارسات وعملية الجمع هذه التي تتحدثين عنها؟ لا لا، هو مش انتقاد، انت لما تنقل مقالا او فيديو موثق ومن مصدر سليم، هذا لا يعني انك تفرق، لا بالعكس، انت تنور الناس، انت تفتح عيونهم، فلهذا ربما الناس، يعني انا لا اقول انه احنا قادة رأي بالمفهوم التقليدي، لكن احنا على الاقل نحاول ان نستخدم، ان صح التعبير، او نستثمر في سلطة الاسم، لأنك مشهور فتستثمر سلطة الاسم في عمل يفيد الناس، في عمل خيري، في عمل إنساني، في تجميع الناس، ليش لا؟ يعني إحنا في العالم أنا العربي، نسميه واجب خديجة، لأن أنا أنا نسميه تفضلي. واجب ونعتبر بأنه عندنا قبعتين. المواطن العادي في كل البلاد العربية وفي العالم بأسره عنده حق أنه يعبر ويدافع عن أفكاره وعن آرائه وعن بلده وعن صحيح وتبر صحيح أي شيء، صحيح ولكن إحنا كإعلاميين عندنا حق وعندنا واجب، هذا الواجب التنويري والتثقيفي والإعلامي اللي نقوم به. والناس ممكن تعتقد بأنه إحنا عندنا فقط واجب، لا، عندنا واجب وعندنا حق، تعتقد بأنه عندنا حق فقط مثلهم، عندنا حق وعندنا واجب لأننا إعلاميين. ما راحش تطلب من طبيب ومهندس وفلاح أنه يصنع، احترامي، أنه يصنع رأي، هو عنده حقه أنه يتكلم، لكن ليس لديه الواجب لأنه ليس إعلامي. صحيح صحيح، بدليل انه حتى في ازمان لم يكن موجود فيها السوشيال ميديا، انت لو تروح حتى يعني لو نذهب الى الجاهليه، نرحل الان ونسافر الى عصر الجاهليه وما إيه بعد الجاهليه والعصور التي تلتها، ستجد انه الشاعر كان يقوم بهذا الدور، صح، والشاعر كان صانعا للراي، والان لما ترجع انت فقط تفتح على الشعر المتنبي او غيره، ستجد سعر الشعر السياسي، وستجد النقد، وستجد الهجاء، وستجد كل انواع والغزل وغيره، ونفس فبما الشيء موجود الآن، مش نفس الشيء موجود وهو الآن، موجود لهذا انا الغزل وموجود موجود الانتقاد وموجود الذم وموجود ما نسميه الشيطة خديجة، صح؟ صحيح
كان صحيح، بكري غزل وكان لهذا ربما انه يعني لا نستغرب اذا كان اليوم قائد سياسي يستشهد بشاعر قديم مثل ما فعل الرئيس التونسي قيس سعيد في المناظره اللي جرت بينه وبين القروي في المناظره الاخيره اللي قبل الانتخابات، لما قال انا لا اعدكم، لا اقدم لكم وعود الاخشيدي للمتنبي، يعني هو ذهب الى عصر الاخشيدي والمتنبي. فلماذا يعني الناس تستكثر علينا انه احنا الاعلاميين ان يكون لنا راي في قصه، في قضيه، في انا لا اقول فقط راي، انه انت بمجرد ان تنقل مقالا او فيديو او راي لشخصيه اخرى الناس تهجم عليك. لكن هنا يجب ان ننبه حفيظ، وهذه نقطه انا اعتقد انها مهمه، انه احنا احيانا ايضا نخلط بين اراء الناس الحقيقيين واراء الذباب الالكتروني، وهذه قصه متشعبه. انا لي اصدقاء ويعني زرت اغلب الدول العربيه، ولي اصدقاء من كل الدول العربيه، ولي حتى جذور مغربيه، انا جدتي مغربيه، واو، جدتي من امي من طنجه، والناس هذه جديدة ما نعرفهاش أنا خديجة، هذه ما جديدة. تعرفهاش. نعم. اذا الان تعرف هذه المعلومه. اذا الناس لا تفرق بين، وصدقني لما تدخل الان وتقرا التعليقات والاراء، تاكد انه اغلب الاراء هي اراء تصنعها كمبيوترات وذباب الكتروني. وآراء الناس، وأنت بالتأكيد يعني خبرت وعشت هذا الوضع، عندما يهجم عليك الذباب الإلكتروني في فيسبوك أو في تويتر، مش بس إحنا كأفراد حفيظ، نعم أفراد ومؤسسات ودول، يعني المؤسسة التي تعمل بها والمؤسسة التي أعمل بها والبلد الذي وأنت أنتمي إليه. كفرد وأنا كفرد، وبالتأكيد هذا الذباب، الكل أصبح يعرف الآن أن الذباب أصبح ذراع إلكتروني لأجهزة مخابرات ولدول ولأنظمة، ويعني الناس فاقت الآن، ما طيب عادش خديجة، ممكن. وش هي أكثر الأوصاف التي تطلق عليك، أو النعوت التي تطلق عليك، أو الاتهامات التي تكال لك؟ ما الذي يزعجك مثلا؟ كأن يقولون خديجة خونجية مثلا، هل يزعجك؟ خديجة لائكية، هل يزعجك؟ خديجة مش عارف، كل مرة تطلق علينا بعض الأوصاف، ما الذي يزعجك فيها؟ أنا متأكدة أنه ما يزعجك أنت يزعجني، لأنه احنا اثنين إعلاميين، وما يزعج زملاء آخرين معنا بالتأكيد، نعم. اللي هي أنت المرتزق، أنت مرتزق وأنا صح، مرتزق مرتزق. وهؤلاء مرتزقون، وكل من يعمل خارج بلده هو مرتزق، مع أنه الناس مش صح. عارفين أنه أنت لا تتقاضى شيئا غير راتبك العادي. ولكن هذه مسألة أخرى، لأنه راح تفتح نقاش آخر حول راتبك كام وراتبي كام وراتب النجوم ومش عارفة إيش، هذا نقاش آخر. لكن الناس تعتبر أنه أنت طالما أنك تشتغل خارج بلدك فأنت مرتزق، وهذا شيء مضلل، ومضلل يعني بدرجة لا تتصورها وبدرجة مزعجة، لأنه أنا إنسان وأنت إنسان، والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بالفطرة ينزعج لما يزعج ويفرح لما يفرح ويبتهج نعم. لما يبهج، وهذه هي فطرة الإنسان. فربما فكرة الارتزاق، مع أنه معنا بالجزيرة الإنجليزية أمريكيين وبريطانيين زملائنا ويشتغلون معنا في مكان واحد، حتى احنا عندنا أجانب بريطاني وبريطانيين وأمريكي ومن كل وأمريكان. دول العالم، وفرنسي وإيطالي وإسباني ومن أمريكا اللاتينية ومن كل أماكن العالم، لكن لا يتهمون، بأنه عمرك ما تسمع هذه التهمة تذهب إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى غربي بشكل عام، لكن الصحفي العربي دائما تلاحقه هذه التهمة. التهمة الثانية، أو خلينا نقول بين قوسين الشتيمة الثانية، المسبة الثانية، هي أنه يا إخوانجية، لأنه الإخوانجية بالمصطلح المتداول الآن على السوشيال ميديا هو أنه أنت تلبسين حجاب فأنت بالضرورة تابعة للإخوان المسلمين، وأنا غالبا أنا لا أنزعج أمانة، يعني لا لم أعد أنزعج، لأنه تمسح جلدي كما يقال، يعني تكونت بالتأكيد، يعني وهذا الشيء أنا متأكدة أنه أنت أيضا تحصنت، تكونت لنا حفيد مناعة وحصانة ضد كل هذه الانتقادات، لأنه الكل يعرف الخاص والعام أنها انتقادات توزع بالمجان فقط للتأثير، هذه تسمى في علم النفس بالحرب النفسية، فقط كي يسكتك الخصوم، هما خصوم الحق في الحقيقة، لكن أنا شخصيا لن أسكت، أنا حاولوا شخصيا أنه لن أنت أسكت خديجة. أكيد حفيظ، وأريد أن أسمع منك أيضا أنت تجربتك مع هذا أنا أولا نبدأك من النهاية، من النهاية نقول لك بأنني لن أسكت، بالعكس هذا يحفزني أكثر. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، مثل هكذا الاتهامات أنا شخصيا تحفزني وتشجعني أكثر، وشبعت منها كثيرا،
وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت، رغم أني في مجال الرياضة، أي نعم أخوض في مجالات أخرى، الناس يقولوا لها بأنك تخوض في السياسة، خليك في الرياضة، علاش تخوض في السياسة؟ نعود نقول لهم في كل مرة بأن عمري ولا أخوض في السياسة، عمري ولا انتميت إلى حزب، عمري ولا ناضلت من أجل فكر سياسي معين أو مذهب معين. أنا إعلامي، أي نعم، مختص في الرياضة، أي نعم، متخرج من نفس المعهد مع خديجة، خديجة راحت للسياسة وأنا رحت للرياضة. وأنا بالنسبة لي الإعلامي الذي لا يتفاعل مع شؤون بلد، وأنا دائما أسميها شؤون بلدي وليست سياسة، شؤون بلدي وشؤون أمتي. فالإعلامي الذي لا يتفاعل مع شؤون بلده، أنا بالنسبة إلي ليس إعلامي. غدا خديجة أنت مذيعة وصحفية في مجال السياسة، غدوة لو تقوم حرب تخوضها الجزائر ستحملين السلاح، ولكن لماذا يقول لك لا، يقول لك لا، قاعدين في الأخبار تاعك. كل شأن عربي هو شأن عام، مش فقط شأن البلد الذي تنتمي إليه. نعم أنت نعم كإعلامي، أنا ربما أختلف معك في النقطة هذه حفيظ، اللي هي أنه أنت كإعلامي أو أنا كإعلامية، يعني من حقي أن أتناول الشأن الجزائري والشأن التونسي والشأن الليبي والشأن المغربي والشأن المصري والشأن اليمني والشأن السوري والشأن الأردني وكل الدول العربية، هذه شأن عربي، كما أتناول أيضا الشأن العالمي. فأنا مش عارفة وين الحساسية في أنه الكل، يعني كل واحد يقول لك اهتم ببلدك، وفي الحالة هذه كل واحد يشتغل في قناة محلية لا يشتغل في قناة عالمية. ربما أعود إلى النقطة اللي كنا نحكي فيها الآن حفيظ، ومش عارفة إذا تصلك أنت أيضا اتهامات ويعني سبات من هذا الشكل، أنه أنت ولد فرنسا، يا ولد فرنسا، يا دائما هذه فكرة أنه أنت تنتمي إلى بلد يعني تلاحقه اللعنة الفرنسية بين قوسين، أنه أنتم مش يعني ما زلتم توابع. وهذا أيضا محزن، لأنه الناس ربما إلى الآن، ما زلنا في سنة 2021، ما زلنا لم نقنع الناس بأنه إحنا يعني متجذرون في الثقافة العربية الإسلامية والأمازيغية وفي أصول، يعني وهذا ترى طبعا في منطقة المغرب طبعا الكبير طبعا بالعربي الأمازيغي، أنه عندك كل واحد فينا عنده، أنا زوجي أمازيغي وأولادي أمازيغ وأنا عربية، وفي تزاوج جميل بين كل هذه الأصول وهذه الأعراق الكثيرة الموجودة. فليش الناس دائما تنسبك إلى الفرنسي؟ وبالمناسبة هنا أفتح قوس أيضا لأقول أنه ربما أيضا إخوتنا وأصدقاؤنا ومتابعينا متابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي من غير الخارج هذه المنطقة، ربما لا يعرفون أنه في خصوصية للجزائر، لأنه استعمرت، وأكيد لك قول في هذا الموضوع، استعمرت لمدة طويلة، وبالتالي ليس غريبا أن يتحدث الجزائريون والمغاربيون اللغة الفرنسية، وليس غريبا أن تبقى، يعني في جهود الآن، أكيد في جهود، ولكن ليس غريبا أن تكون الإدارة مفرنسة في جزء ما، وليس غريبا أنه أنا وأنت ننتمي إلى جيل حفيظ، ربما في بدايات شغلنا، أنا أتذكر لما كنا نستقبل بيانات مجلس الوزراء، نحكي لك على نهاية الثمانينيات، كانت اجتماعات مجلس الوزراء، يأتي البيان بعدك الوقت، بالفرنسي. كان لما كانش وسائل التواصل، يعني كنا نستقبل لا ديباش بالتيلكس باللغة الفرنسية ونترجمه إلى اللغة العربية في الإذاعة الجزائرية. فالناس لازم تفهم أنه في خصوصية لهذا البلد الذي استعمر لتقريبا قرن ونص، تتحدث عن قرن و32 سنة. هذيك اليوم حطيت تغريدة أنا لحفيد نابليون بونابارت، اللي متزوج جزائرية من مدينة عنابة ودرست وكبرت في الجزائر، والناس بدأت بالتهجم على كيف للجزائرية أن تتزوج بحفيد من احتل الجزائر، وستجد أنه الحفيد الجنرال دوغول، أيضا حفيده لبتي فيس بتاع الجنرال دوغول، أيضا متزوج من جزائرية، والسفير الفرنسي في الجزائر متزوج جزائرية، والسفير الفرنسي أيضا في الدوحة متزوج من فرنسية من أصول جزائرية. الآن إحنا لا ندخل في، الناس دائما تدخل في تفاصيل دينية، إحنا لا ندخل إلى قلوب الناس ونعرف هي هذه بينهم وبين الله، وهذه تفاصيل أخرى. لكن اللي أنا حابة أقوله أنه منطقة المغرب العربي أو المغرب الكبير أو المغرب العربي الأمازيغي، حتى لا أتأكد بأني أعرب سوري أنا آسف. كامل، يعني انه لها خصوصيه. الان بعد ما تشرب الماء قد يكون لك انت ايضا حبيب راي في هذا الموضوع، انه احنا المنطقه هذه منطقه يختلف تاريخها
في تاريخها وجغرافيتها عن مناطق أخرى. فعلا ما تقولينه خديجة، وبعدين هذا التوضيح كان لازم. بالنسبة للجزائريين أمر مفهوم، لأنه 130 سنة أنت تتحدثين عن جيلين أو ثلاثة. 130 سنة معناها أنه أجدادنا وأمهاتنا وأبائنا حتى اللغة العربية لم يكونوا يتقنونها جيدا، ومع ذلك طلعنا جيل يتقن العربية أكثر من الكثير ممن يدعون إتقانهم للغة العربية. ضف إلى ذلك نتقن الفرنسية، واليوم مع الأجيال الصاعدة أيضا صارت تستعمل الإنجليزية ولغات مختلفة. الأمر تغير، ولكن لازم نعود نأكد على أنه أي نعم العلاقات الجزائرية الفرنسية أو حكاية الجزائر مع فرنسا هي حكاية ممتدة في التاريخ، لا يمكن لأي واحد أن يلغي الجهة المقابلة أو يلغي تاريخ الآخر، ومن حق كل واحد أنه يدافع عن تاريخه وعن ذاكرته وعن ما سمي بالذاكرة. حاب نخرج من هذا النقاش اللي تقريبا كل واحد فينا ممكن عنده وجهة نظر، ولو أن الجزائريين أغلبيتهم بما في ذلك الفرنسيين كذلك يجمعون على هذا الذي نقول. وما نساوش خديجة بأنه عندنا الكثير من الجزائريين في فرنسا، 5 ولا 6 ملايين جزائري مهاجرين لأسباب تاريخية، لأنه في وقت ما أثناء الاحتلال الفرنسي هجر الكثير من الجزائريين إلى فرنسا من أجل بنائها، هجروا حتى إلى 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 لا نوفيل كاليدونيا الجديدة. فهذا جزء من التاريخ، روح الكاليدونيا تجدي الجزائريين بالهبل وأولادهم وأولاد أولادهم عندهم جنسية فرنسية، وأخيرا مؤخرا أيضا كانوا يتحصلوا على الجنسية الجزائرية. هذا أمر آخر، يا ريت نرجع لشيء آخر، لأنه نشوف في الأسئلة المطروحة علينا اليوم واحد قال لك خديجة متى تتوقفين عن ممارسة المهنة؟ المهنة والله طالما إذا يعني طول ما ربي سبحانه وتعالى يعني صحة وطول يعني العمر. إن شاء الله طول ما أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالصحة سأواصل، يعني لأنه عملنا ليس عمل عضلي، وعملنا عمل فكري وثقافي ويعتمد على أدوات مختلفة اللي هي الأدوات المهنية الثقافية الفكرية اللي هو العمل الذهني بالدرجة الأولى. فإذا كان الذهن ما زال بخير فإن شاء الله سأستمر. صح، وبالمناسبة في اختصار بديتي تنساي شوية خديجة، واش من الفكر ما زال بخير؟ اسكت حفيظ باسكو لو كنا نفضحك هنا، شكون اللي راني ننسى؟ اسكت ما نجيبش السيرة، خلي البير بغطاه، خلي البير بغطاه. خلي البير بغطاه لأنه عندي أسرارك. طيب الأسئلة كثيرة، أنا كذلك سألني واحد قال لي حفيظ ما الكثير من المعلقين، ويتكلم عن المعلقين بالدرجة الأولى، يقول لي الكثير منهم فقدوا الأمل في أنهم يصنعوا اسم في مجال الإعلام. أنا جاوبته على الخاص، يعني قلت له مجالنا يسع الجميع. لما نتكلم عن المجال أتحدث عن مجال الإعلام ومجال الإبداع عموما. لو نرجع قلت له لو ترجع فقط للمغنيين من زمان إلى اليوم، حنا نذكره ممكن أم كلثوم ونجو جايين، كل سنتين كل ثلاثة كان يجي مطرب أو مطربة ينسينا في الآخر.